بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفخروا. وبعضهم قرأوا: ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفخروا، يعني يا ليت أنهم كانوا يضربون بالسوط ويقول أصحابي مو الناس. ليت السياط أو ليت السياط أنا رؤوس أصحابي حتى يتفكر. التفقه له ثلاث معاني. تفقه بمعنى معرفة المسائل الإسلامية، يعني الإنسان يعرف الرسائل العملية، الصلاة والصيام والحيض والوضوء والخمس والزكاة والبيع والحدود، هذا معنى ولو عن تقليد. ومعنى ثاني وهو التفقه، معنى تفهم الأحكام الشرعية عن اجتهاد. هؤلاء المجتهدون الموجودون، هذا معنى ثاني للتفقه. التفقه حيث إن معناه اللغوي التفهم والفهم، فعارف بالمسائل متفقه، والذي عن اجتهاد يعرف المسائل هذا أيضا متفقه من نوع أرقى، لأن الأول لا يعرف الأحكام عن الأدلة، والثاني يعرف الأحكام عن الأدلة. المعنى الثالث، وإني أظن أن هذا المعنى هو المقصود بالتفقه في الآيات والروايات، ليتفقهوا في الدين كما في آية الإنذار: وليت السياط أو السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، كما في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها كلمة التفقه. معنى التفقه فهم الكون تكوينا وتشريعا، لأن الله سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب تكويني وكتاب تشريعي. الكتاب التشريعي هو القرآن الكريم، والكتاب التكويني هو كل الكون بمختلف الجهات، دنيا أو آخرة، حياة أو موت، صحة أو سقما، حكومة أو شعب، جهادا أو صلاة، مالا أو اقتصادا، أي لون من الألوان، هذا يسمى التفقه. يعني الإنسان يكون فقيها بالنسبة إلى الكون، مبدئه ومعاده، أوله وآخره، جنته وناره، أحكامه وتشريعاته، كل هذا يسمى التفقه. بماذا إني أفسر التفقه بهذا المعنى؟ لأنه الرسول والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام والقرآن الحكيم كتاب الله وعترته، هذا هو الميزان لإرادة الله سبحانه وتعالى من الخلق. والكتاب والرسول والأئمة هؤلاء نراهم هكذا علما وعملا،
عقيدة وشريعة. أصلاً الإنسان الذي يطالع القرآن بمطالعة لا سطحية ولا شبه تقليدية، يرى أن القرآن يرتبط الكل بالكل حتى لا يدع وراءه أي شيء، آية في المبدأ، آية في المعنى، آية في الجمع، آية في النار، آية في المواريث، آية في الرسالة، آية في الإمامة، آية في الطهارة، آية في الزكاة، آية في القرب، آية في المعاملات، آية في القصاص، أي شيء خارج موقف خارج. وكذلك الرسول لما نراه عمليا، والأئمة الطاهرين لما نراهم عمليا، فهؤلاء شكرا، هؤلاء كانوا للحياة كل الحياة أخذا من الله وانتهاء بانتهاء الجنة. إذا قال للجنة انتهاء، لكن يقولون ليس للجنة انتهاء، وهو صحيح ليس له انتهاء خارجي، ولو أن له انتهاء وجوبي. نشير إلى هذا الشيء حتى نأتي إلى بقية المرحلة. كعربة فرد واحد سأل من فرد واحد أنه أنتم تقولون بأن الله أزلي أبدي وهو الوحيد الذي هو أزلي أبدي. قال نعم، كلنا نعتقد، المسلمون يعتقدون أن الوحيد الذي هو أزلي أبدي هو الله. من عالم كلش كبير سأل هذا السؤال، قال له أنتم تقولون الجنة والنار أيضا أبديتان، فليس الله وحده أبدي أزليا؟ نعم، أما أبديا مفصلا، لأن أنتم تقولون الجنة أبدية والنار أبدية والملائكة أبديون والولدان أبديون والحور أبديون وما في الجنة أبدية، وأنتم الذين تذهبون إلى الجنة أبديون، وهؤلاء الذين يذهبون إلى النار أبديون، فليس خاصا بالله سبحانه وتعالى. ذاك العالم على اعتبار وقع ما كان دارسا لبعض العلوم المرتبطة بهذه الشؤون، فأجابه بأنه ما من عام إلا وأقص. جواب هذا مذكور في كثير من الكتب، لكن مو جواب هذا السؤال بالذات، وإنما جواب أعم، وهو أنه لنا أبديان، أبدي قائم بالذات وأبدي قائم بالغير. الأبدي القائم بالذات هو الله وحده، أما الأبدي القائم بالغير من الممكن أن يكون مليار شيء، مو أنه خصص القاعدة. أصلاً وقت اللي نقول إن الله أزلي يعني الأزلي القائم بالذات، والوقت الذي نقول إن الله أبدي يعني الأبدي القائم بالذات، هذا وقت الله صح. فامتداد الجنة والنار أبديين في طريق البعد معناه أنه أبديان مستندان إلى الغير، هذا لا معنى ولا ينكره أي إنسان مسلم يعتقد بخلود الجنة والنار. الشاهد هذا كان بين قوسين، فاتفق ليت السياب أو السياب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. التفقه قدما يعني الكون، يعني الحياة، يعني المبدأ، يعني المعاد، يعني الأحكام الشرعية، يعني الأمور التكوينية، كل هذا يسمى تفقه. والدليل على ذلك القرآن، والدليل الثاني الدليل المتحرك الناطق هم المعصومون. هؤلاء كانوا يربطون كل الكون، كان يأتي يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام عن مسألة طبية، الإمام يجيب، عن مسألة هندسية، الإمام يجيب، عن مسألة رياضية، الإمام يجيب، عن مسألة كونية، الإمام يجيب، عن أي مسألة. ألم يكن هذا تفقها؟ هذا تفقها. وإنما الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول هم فتحوا الطرق، كما قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام، قال علينا الأصول وعليكم الفروع،
يعني نحن نأتي بالأصول سواء في المعتقد أو في الشريعة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الطب أو في الكون، وعليكم أن تزرعوا الفروع. كل هذا يسمى تفقه. والدين ليس معناه هذا المعنى الذي يتبادر في أذهان بعض الناس من أنه الصلاة والصيام والمبدأ والمعاد. الدين معنى الطريقة. الدين في اللغة العربية معناه الطريقة، يأتي بمعنى الطريقة ويأتي بمعنى الجزاء، وإطلاقه على الجزاء أيضا لأنه تابع للطريقة. يعني طريقتك ماذا؟ تجزى بنفس الشيء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. لماذا يسمى الجزاء دينا؟ لأن طريقتك تصل إلى ذاك. ذاك الجزاء إن حسنة وإن سيئة. طريقتك إلى العراق تصل إلى كربلاء، طريقتك إلى السعودية تصل إلى المدينة، طريقتك إلى إيران تصل إلى خراسان. فليس الأمر مشتركا لفظيا الدين بين الطريقة وبين الجزاء، وإنما الجزاء حيث عاقبة الطريقة يسمى دينا أيضا. فيتفقه في الدين في هذا الحديث أو في تلك الآية المباركة حتى يتفقه في الدين، يعني هؤلاء لهم طريقة. نحن المسلمين عندنا طريقة، الشيوعيون لهم طريقة، ولهذا الشيوعيون أيضا يبدأون بالكل، يأتون من الأول. وإن هرقليط قال على أن العالم كان شعلة حية منذ الأزل، فلما سمعه لينين قال يا لها من روعة الطريقة. ثم هذه الطريقة تنتهي إلى الملكية الفردية والدكتاتورية الحكومية والهندسية الكذائية وكذا وكذا وكذا. هذه الطريقة تبتدئ من هناك وتنتهي إلى هذا القاعدة. المسيحيون الرأسماليون لهم طريقتهم عيسى، كتابهم في البدء كانت الكلمة عيسى، والله بالكيفية الخاصة، ومريم بالكيفية الخاصة. ثم يأتي على أنه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فما لقيصر ما هو؟ القوانين التي يجعلونها والديمقراطية التي يحكمون بها، كيفية والكيفية. البوذيون لهم كيفية تبتدئ من تلك الكيفية المعروفة في بوذا وتنتهي إلى الكيفية المعروفة بالنسبة إلى هذا الرجل اللي كان. المسلمون أيضا لهم كيفية في طريقة الحياة، طريقة تبتدئ بأن للكون إلها، وأن هناك معادة، وأن الملكية الفردية كذا، والعبادة لله سبحانه وتعالى كذا، والمعاملة كذا، والقصاص كذا، والحدود كذا، والسيطرة لمن، والشعب كيف يكون. طريقة طريقة تبتدئ من الأول إلى الأخير، وهذا من الأول للأخير، وهذا من الأول للأخير. طريقة التفقه في الدين معناه مجموعة هذا. أصلاً يظهر من علمائنا السابقين الذين كانوا يتنوعون في كل علوم الحياة أيضاً أنهم فهموا هذا المعنى. يعني ابن سينا أو الشيخ الطوسي أو محمد بن مسلم أو نصير الدين أو العلامة الحلي أو المقدس الأردبيلي أو من أشبههم، هؤلاء كانوا يفهمون الدين هكذا، أو الشيخ البهائي. ولهذا ترونهم في كل قدر كان لهم طابا ومغرفة بحسب علومهم الوقتية. والآن الدنيا تقدر أولئك لأنه دائما الدنيا تنظر إلى الطريقة المتكاملة. هذه الطريقة المتكاملة وهذه الطريقة المتكاملة وهذه الطريقة المتكاملة. أول ما صعد هؤلاء إلى القمر، وفي الحقيقة هذا من أغرب الأشياء، يعني لو أن إنساناً لم يصدق إلى اليوم له الحق. الإنسان يصل إلى القمر ويهبط ثم يأتي بالصخور إلى الأرض. ولكن جماعة أيضاً رأيتم من صخور القمر، وإني من جبلتهم يعني تلقون. هذا في الحقيقة أغرب من الخيال، حقيقة أغرب من الخيال. لما وصلوا إلى القمر واكتشفوا القمر وأذهلوا بشيء عجيب، وهو أنه رأوا في القمر براكين
ركيب ركيب خامل. لما رجعوا إلى الأرض هذا كتبت الصحف والجرائد وهاتين قسم منكم قرأتم وقسم منكم ما قرأتم لا أعلم. هؤلاء لما وصلوا إلى الأرض صار القرار في التسلية، كان أسامي لبعض مناطق القمر قبل وصولهم إليه ومن القديم. صار الكلام بعد الوصول أنهم يسمون الآن صرعنا كويتا، هذه منطقة الروضة وهذه تحقي وهذه مانجا وهذه بنيد القرار وهذه الشارع وهذه كذا وكذا. صار القرار فتشوا في العلماء السابقين الذين حول القمر كان أكثر الكلام من هم؟ وجدوا جماعة من جملة الذين أكثر الكلام حول القمر ثلاث علماء المسلمين وهم عمر الخيام وابن سينا والشخص الثالث أبو ريحان بيروني. سموا ثلاث من مناطق القمر بأسامي هؤلاء الثلاث، وهؤلاء هم الوحيدون في المسلمين الذين حكموا بأهمية العالم بهم وبتسمية المواضع من القمر باسمه، لأن هؤلاء كانوا قبل 1000 سنة وقبل أن يفكر الناس في الوصول إلى القمر أصلاً هذول درسوا أحوال القمر ومواضع القمر وكل شأن من شؤون القمر، لأن شأن القمر ليس شأناً صغيراً وإنما شؤون كبيرة. فسموا الثلاث مناطق من مناطق القمر بأساميهم. شاهدت أنه أن علماء المسلمين كالبيروني والخيام وابن سينا هؤلاء من علماء المسلمين لا شك، وهؤلاء لهم كتب في الفلسفة وكتب في المنطق وكتب في الطب وكتب في الكذا وكتب في الكذا وكتب في الكذا، ومع ذلك هؤلاء أيضا استطرقوا هذا الأبواب هذه الأبواب لأنهم هؤلاء قد أتعرف. وكذلك هؤلاء الطوسي أو أخذنا نصر الدين أو أخذنا العلامة الحلمي أو أخذنا أي من هؤلاء، هؤلاء كانوا يفهمون الدين والتفقه هذا التفقه. هذه ذكرناها كمقدمة، نأتي إلينا نحن لأن الكلام فينا مو فيهم. الواقع الدين الذي هو يكون سنداً للحضارة لأي حضارة يجب أن يكون ديناً متكاملاً. دين الشيوعي أيضاً دين، بس من الناس يتصورون أن الشيوعيين ليس لهم دين، لهم دين لكن دينهم هكذا، أو يظنون بأن الرأسماليين ليس لهم دين، هم لهم دين أيضاً لكن دينهم هكذا. الدين الذي يكون متكئاً لحضارة ما لا يكون إلا ديناً متكاملاً، بل هذا ترون اليونان القديم هؤلاء كسقراط وأفلاطون وبقراط وجالينوس ومن أشبه، هؤلاء كانوا يتكلمون حول كل الشؤون. كانوا يتكلمون حول الكون، يتكلمون حول الإله، يتكلمون حول الحياة، يتكلمون حول الأحجار، يتكلمون حول كيفية الحكومة. جمهورية أفلاطون كتاب ألفه أفلاطون اسمه الجمهورية، بل لا شك في أن أفلاطون من أكبر العلماء القديم، من أكبر العلماء القدامى في الفلسفة والفلك والرياضيات والهيئة وهالأشياء. هذول كانوا مسنداً للحضارة، للحضارة اليونانية. في كل زمان الدنيا تدور وتدور 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 حتى يستند إلى حضارة متكاملة، حضارة تجيب عن كل الأسئلة. أما حضارة مبتورة لا تجيب عن سؤال، الدنيا لا فيها سؤال، لا تستند. الدنيا تستند إلى حضارة متكاملة. الآن الشرقيون يأتون بحضارة متكاملة، الوصول إلى تعميم البنوك أو الشركات، ديكتاتورية أو ما أشبه، هذه فروض، لأن الأصول تلك، هذا يستند إلى تلك الأصول. الغربيون على نفس الشيء، يأتون بشيء متكامل، أخذا من عيسى والمسيح والقساوسة وما أشبه، ثم يأتي إلى أن يقول دعم لقيصر لقيصر، يعني في الشؤون الزمنية لا مدخلية للمسيح. فإذا نحن علينا الشؤون الزمنية وضع القانون والفكر. أيضا جهات المتكامل أكثر الإشكال بين قوسين
كثيرا ما يستشكل على رجال الدين منا بأن الغربيين وصلوا إلى القمر وأن ثم لا صنع. الجواب هذا ليس إشكالا علينا نحن رجال الدين، لأن رجال الدين ليس شأنهم الهندسة أو الطب. رجال الدين عندنا مثل القساوسة عندكم، مثل المفكرين عن الاتحاد السوفيتي، مخططين الشيوعية، مخطط الشيوعية. هل يسأل من مخطط الشيوعية ومؤلف الشيوعية كفلان إنسان أو فلان إنسان أنه هل صنعت أن كذا أم لا؟ لا، كل فئة لهم رجال دين، لهم مهندسون، لهم أطباء، لهم فلكيون، لهم طب. هذا ليس إشكال واردا علينا، وإنما الذي نريد أن نقول يجب علينا أن نفهم أن الدين هو الكون. قسم من أنا أقوم به، قسم من أنت تقوم به، قسم من فلان مهندس يقوم به، قسم من فلان طبيب يقوم به، قسم من فلان رياضي يقوم به، قسم من الحكومة تقوم به، لكن أقسام متكاملة الدين. الدين ليس جزءا خاصا، يعني إنما نكتبه اليوم في الرسائل العملية هذا جزء من الدين، صح؟ وليس لنا أن نصر على أنه كل الدين، لا. يعني أن المهندسين منا الذين يذهبون، والأطباء الذين يذهبون، والفلكيون الذين يذهبون، والمدرسين الذين يذهبون، كل في طريقه، هذا أيضا من الدين، لكن اختصاصات. دين يدفعه بأن يكتشف الذرة، صح. دين يدفعه بأن يصعد القمر، صح. دين يدفعه بأن يقرأ الهندسة، صح. دين يدفعه بأن يقرأ الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدق والأمانة، صح. نحن بصفتنا رجال دين إذا أردنا أن نكمل الحضارة الإسلامية يجب أن نستوعب الإسلام هكذا إسلام. ما أقول نستوعب يعني أنا أصير هم مهندس وهم طبيب وهم فلكي وهم جغرافي، لا، يعني نعرف أن الشيء الذي ندعو إليه ونتكلم حوله ونصر عليه ونريد تطبيقه هو المجموع، كما قال يفعله رسول الله وكما قال يفعله الإمام الصادق. فقد ظرف الرسول ظرف خاص وظرف الإمام الصادق ظرف خاص. هذا الشيء وهو التفاهم الدين بهذا التفاهم الواسع، هذا في الحقيقة ليس معناه أن الإنسان يقتنع بشيء صغير كما نحن نقتنع به، وإنما معناه أن نكون نحن على استعداد لإجابة عن كل شيء يرتبط بالدين في هذا الجانب. فرق بين أن أكون أنا مهندسا وعالما، لا، ولكن إني أتمكن من الإجابة عن كل سؤال يرتبط بخلفية الحضارة الإسلامية. يعني ماذا؟ يمثل نحن في الحضارة الإسلامية أخذا من القرآن وانتهاء إلى آخر حديث قاله الإمام المهدي عجل الله تعالى. نحن في الحضارة الإسلامية نرى أنه أي حضارة قبل الحضارة الإسلامية نقول تحتاج إلى أناس يتمكنون من حل كل المشاكل الفكرية. يعني هناك مشاكل فكرية وهناك مشاكل عملية. المشاكل الفكرية نحن بحاجة إلى أن نتمكن من الإجابة عن جميعها على الطرز الحديث. على الطرز الحديث يعني شنو؟ يعني في كل يوم، لماذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام أو الرسول من سوى يومه فهو مغبون، من سوى يومه فهو مغبون؟ لماذا؟ لأن الدنيا متطور، تتركبون طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة، على طول الخط تطرح الدنيا والحضارة أسئلة، أسئلة حول المبدأ أو حول المعاد أو حول الحياة. قبل المبدأ والمعاد الحياة تحتاج إلى أسئلة وأجوبة. الآن في الحقيقة نرى هل نحن مستعدون عن السؤال، عن الجواب، عن كل سؤال، مو جواب فرار، لأنه كثيرا ما الإنسان يجيب جوابا فراريا عن الأسئلة، لأن ما أعطي أطلع. مثل ذاك اللي قال هذا ما من عام الوقت، لو أخذ هذا مخصص
ومثل المثال الذي ذكرناه ذات مرة، الواحد يقولون الحديث كلنا نعلم أن رسول الله بالليل ذهب إلى المعراج، وفي أحاديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر. في كل أحاديث المعراج عند سنة الشيعة. شخص سأل عن عالم، قال الرسول لما ذهب في الليل إلى المعراج ورجع في الليل كيف صلى صلاة الظهر؟ العالم بيدي يعني مو مطلع. قال صلى رسول الله صلاة القضاء. قال يا رسول لا يقضى صلاته ولا تقضى صلاته، قال صلاة قضاء نيام. أما أنه كيف لم يتمكن هذا من الإجابة لأنه مصدر، هذا يحتاج إلى جواب يذكره ملا صدرة من القدماء وأن اشتنى محتفين، هذا متوقع على ذلك. يعني يجب علينا أن نعرف أن الزمن يختلف، هنا زمان وهناك زمان، أما الآن هو شيء ظاهر في أمريكا نهارا وفي الكويت ليلا. الجواب الآن كلش ظاهر، قطع النظر عن هذا الجواب هناك جواب آخر، لكن الجواب الآخر كان يحتاج إلى تفهم. يقولون في أحوال أبي ريحان البيروني، هذا العلماء الكبار جدا جدا واضح وباستحقاق أنه الآن اسمه في الغرب والشرق اشتهر، هذا كان يذهب إلى كل بلد بشخصه حسب التمكن ويطالع أحواله عاداته مياهه بلدانه. من المعروف أن هؤلاء الثلاثة كلهم هذا، وعلي بن سينا هو خيام، هذا من المعروف ولو فيه اختلاف، لأنه كان هذا وحسن الصباح ونظام الملك، هؤلاء الثلاثة كانوا أصدقاء. وحسن الصباح من الدعاة إلى التشريع مو شيء أيضا، ولذا أخيرا نظام الملك مال إلى التشيع وتشيع في قصة طويلة مشهورة، ولذا جماعة على أن خيام أيضا من الشيعة، كل شيعة له لون في الفلسفة والاعتقاد والحركة والعلم والعمل وما علينا الآن. الشاهد في أنه نحن بصفتنا رجال دين على ثلاثة أقسام، نحن قسم منا هؤلاء يصلي ويصعد المنبر للثواب والأجر، وإذا ما يقولون رحمه الله كان رجلا طيبا خلوقا له ثواب وله أجر، يصلي يصوم يصعد المنبر ويدعوكم الناس إلى المنابر لأجل الثواب والأجر، هذا قسم. قسم منا هؤلاء لأجل العلم، هذا القسم الثاني. الله يرحمه كان بحثاً زخاراً من العلم، منبرياً مواجاً بالعلم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي كان كلامنا في التفقه أنه يكون لا أنه للثواب، والثواب صحيح، ولا أنه للعلم وبحر زخار من العلم، هذا أيضا صحيح، وإنما يكون للحياة، ولو أن الحياة تستلزم العلم وتستلزم الثواب أيضا، لأن الحياة كمجموعة يعني الثواب، الحياة كمجموعة يعني العلم. لكن قسم من الناس هؤلاء يهيئون أنفسهم للحياة منبرية أو محرابية أو مؤلفة، هذه الثلاثة. قسم من الناس يبدو في بيته ثواب وأجر، أو أنه يريد اجتماع. قسم من المنبريين والمؤلفين والخطباء وأئمة الجماعة يهيئون نفسهم لهذا الشيء. فرد واحد أنا شفته في العراق صار كلام في أنه أنا أصلي في فلان حسيني، صار كلام من قال إهمام أنا هذا شفت باب رزق، صلاة جماعة باب رزق، هذا أحيان، والمنبر باب رزق أحيان. أحيانا لا، المنبر وصلاة الجماعة والتأليف للعلم، نشر العلم، نشر الفضيلة، نشر التقوى، بيان، كلام، هذا قسم ثاني. وهؤلاء في الحقيقة أقل من القسم الأول. وقسم لا للحياة،
هؤلاء الذين يكونون للحياة هؤلاء يحتاجون إلى الشيئين الأولين، إلى التوسع وإلى التمكن من الإجابة عن كل سؤال مربوط بحضارة اليوم. يعني عنده أحيانا أني أتمكن من الجواب عن الإشكال الوارد على الله، على المعاد، على عدل الله تعالى، هذا أحيانا. أحيانا أني أتمكن من فوق ذلك وهو الجواب عن الإشكال في الصلاة وفي الصيام وفي البيع وفي الإرث. وأحيانا أني أتمكن من الجواب على كل سؤال مربوط بحضارة اليوم. يعني حضارة اليوم مربوطة بإسرائيل، حضارة اليوم مربوطة بالملكية الفردية والاشتراكية، حضارة اليوم مربوطة بالأحزاب والمنظمات الشرقية والغربية وغيرها، حضارة اليوم مربوطة بكيفية مجلس الأمة والقانون والتشريع والملك ورئيس الجمهورية والأمير والوزير، حضارة اليوم مربوطة بكيفية الحياة الحاضرة، الحياة الحاضرة بمجموعها. هذا يحتاج إلى استيعاب واسع، لأنه في المستقبل وراء المستقبل. أنا أعتقد أن المسلمين إنما انسحبوا عن الدين له عاملان. العامل الأول قوة الغربيين والشرقيين، هؤلاء صاروا أقوياء فتمكنوا أن يفرضوا بالحديد والنار مبادئهم. صح، فرضوا هذا لا شك، هذا كان في إقبال الاستعمار العسكري في بلاد. السبب الثاني هو بقاء هذا الشيء، بقاء هذا الشيء لأن خلفية حضارتنا نحن المسلمين سقطت، لم نتمكن من الأجوبة، هؤلاء تلقائيا بقوا في بلاد. يعني أنه بالقوة جاء إليك بغذاء مسموم، أنت أكلته كمجبور، بعد ذلك من سحب أو سحبته أنت، لكن لم يكن غذاء في بيته، فصرت مجبور أكل الغذاء المسموم، فأكل المسموم على طول الطعام، لأنك لم تتمكن من تهيئة الغذاء الصالح. الآن نحفظ هؤلاء أخذوا بلادنا بالقوة، هذا لا شك، لأن قوتهم صارت أقوى، وحتى أن قوتهم صارت أقوى لأنه سقطت حضارتنا على يد الأتراك والأشباه. الآن شوفوا العثمانيون 500 سنة حكم، هل 500 سنة أين علماؤهم؟ أين شعراؤهم؟ أين قوانينهم؟ أين صنائعهم؟ 500 سنة حكم موقف. بل يا الإنسان الذي يذهب إلى تركيا ترى عندك مساجد لا أكثر ولا أكثر، وقليل من المكتبات، وكذلك في إيران، لأن الحضارة الإسلامية كانت مقسمة بين السنة والشيعة. حضارة إيران الشيعية الإسلامية سقطت بلا خلفية. إذا كانت هناك خلفية للحضارة السنية وخلفية للحضارة الشيعية، أصلاً ما كان الغرب يصل إلى فوق وأنت تصل إلى تحت، كنت دائماً أفوق منه أو معادلاً له. كان عندنا فرد واحد في كربلاء في مدرسة الهندية، الشيخ جعفر الرشدي، كان يقول له لطيفة، ولطيفته كانت صحيحة. أول ما يدخل الطالب في المدرسة في المدرسة الهندية، هو ذاك الرجل كان يدرسه، بعد مدة كان يصير مباحثة معه، بعد مدة صار هذا التلميذ يدرسه، وهذا الشيء وقع بيني وبين ذاك الرجل، والآن موجود وفي طريقه، هو في مستوى خاص، مستوى خمس كتب. فإذا دخلت المدرسة درست، وثم درست إلى خمس كتب مباحثة، وصلت إلى عشر كتب تدرس. نحن كنا كمسلمين أباء البلاش، يعني الغرب كان تحتنا ونحن كنا فوقه. بعد ذلك الغرب ارتفع 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 حتى وصل إلينا، بعد ذلك الغرب ارتفع 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 حتى وصلنا أنزل. وهذا سره سقوط حضارتنا. الحضارة كمجموعة سقطت وبقيت جامدة، فتلك الحضارة النازلة ارتفعت ارتفعت حتى وصلت، ثم ارتفعت ارتفعت حتى هذا انحطت. لا شك، فنحن
إذا أردنا إعادة الكيان الإسلامي في البلاد الإسلامية لازم خلفية حضارتنا تتخلق. خلفية حضارتنا إذا قوية وخلفية الحضارة قوتها من أصعب ما يكون. شوف هالثوار الحكومات الثورية المعروفة، هؤلاء في أول يوم يصيرون ضد أمريكا وإنجلترا، بعد ذلك تدريجياً ماذا حضارة عند ثورة وحضارة، بعد ذلك تدريجياً بعد 10 سنوات 15 سنة 5 سنوات 20 سنة يصير إما عميل لفؤلاء وإما عميل لفؤلاء. لماذا؟ لأن هذا ما عنده خلفية حضارية، يسيره من عنده خلفية حضارية، وحتى هو يصير مجبور يجيب خبراء، ما عنده خبراء، يجيب مخططين، يجيب مهندسين، يجيب أطباء، ما عنده، يصير مجبور ما عنده حضارة. أخذ البلاد صح؟ لكن هل البلاد بالأخذ فقط؟ البلاد مو بالأخذ. هذا هو الشيء الذي يرفع الأمم خلفية الحضارة ويسقط الأمم. نحن بصفتنا رجال الدين إذا تفقهنا الدين، الدين في القسم الثالث الذي ذكرناه والذي كان مثاله النبي والأئمة الطاهرون عليه الصلاة والسلام، وإذا أكملنا حضارتنا، وإكمال الحضارة قلنا يحتاج إلى أوسع قدر من العلم التطبيقي الزمني، مو فقط الصلاة والصيام والحج، هذا صحيح 100%، لكن هذا جزء. وتمكننا من أن نربط أنفسنا بالله، لأن هذا أيضا جزء ثاني، لأن الحضارة الإسلامية مو حضارة مادية، حضارة مادية إلهية، يعني ملونة المادة بالنور الإلهية، هذا شيء ثاني. وتمكننا من أن نكمل حضارتنا بالدفع، هذا شيء ثالث، علماً واسعاً مصبوغة بالصبغة الإلهية، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والشيء الثالث، تمكننا من الدفع، يعني أنه قد يكون تذهب فوق المنبر وتأتي بشيء جميل وتحميل من أجمل ما يكون، لكن لا تفعتي الكلام في الدفع، يعني بعد الخلفية نحتاج إلى الدفع، يعني نحتاج إلى الدفع إلى الخيار علما، والدفع لا يكون إلا بالتمكن من الإجابة عن كل سؤال. في العراق سألوا عنا مئات المرات، وفي إيران سألوا ملايين المرات حول إصلاح الزراعة. في إيران كم مليون فلاح؟ وفي العراق كم مليون فلاح؟ الإصلاح الزراعي صناعة الحكومة للقوة الفلاحية، ما هي الإصلاح الزراعيكم أنتم المسلمون؟ ثم نحن في الظرف الحاضر ماذا نصنع؟ هذا جوابان، ملايين الفلاحين يعتبرون هذا الجواب، ومتدينون. هل تتمكن أن تقول لكل فلاح اخرج من أرضك وأرض آبائك وأجدادك؟ فكم مليون فلاح يخرج من أرضه وأرض آبائه وأجداده؟ وعلى هذا المعدل، في الاشتراكية فرق، في تعليم المرأة فرق، في إخراج المرأة إلى ميادين الحياة فرق، في هؤلاء الذين يرفعون أجور بناياتهم 40 دينار 50 دينار فرق مرة قفز إلى 150، والذي يسألون من علماء إيران ملايين المرات وسألوا عنا هنا مئات المرات. تتمكن أن تقول لكل الناس اخرجوا من بناياتكم وهم بالمئة 90 منهم مستأجرون، أو تتمكن أن تقول لهم اقعدوا والناس ليسوا مسلطون على أموالهم وأنفسهم، يراجعوا 1000 إنسان إلي، 2000 إنسان للسيد، 10,000 للأخ، 5,000 للأخ، يشوفون ماكو أدنى أجوبة، يروحوا على الجواب. هذا سره أننا مو مجهزين للواقع، حتى في دائرتنا مو مجهزين، الدوائر الأخرى مو مجهزين، خوش واضح، حتى في دائرتنا نحن مو مجهزين، والناس ما ينتظرون أن تقول لهم إن لك أجمل السيارة. الناس يريد أن يذهب من هنا إلى صليب الخوف، عندك سيارة فضلاً، ما عندك سيارة يركب أي سيارة كانت ويمشي، عندك جواب وخلفية وحضارة ما عندك جواب وخلفية حضارة يذهب. نحن الآن صبغتنا صبغة ما عندنا جواب وخلفية حضارة،
شخصيا انا سالته من فرد مرجع اعلى في العراق، شخصيا انا سالته منه وسالت عن مرجعين اعلى، احدهما كان اعلى والان يقول انه اعلى او يقال انه اعلى. من سالت عنه؟ قلت الاموال التي تجبى للزكاه والخمس لا تكفي لهذا اليوم، فهل يحق للدولة أن تأخذ، للدولة الإسلامية أن تأخذ من فلوس الناس على نحو قسم من الاشتراكية؟ كلاهما فكر وسكت ولم يجاوب، مع العلم أن جوابه لي كان جواب أخوي لا أخوي لا أكثر ولا أقل، جواب علمي. نحن سقطت خلفية حضارتنا والناس رأوا سقوط خلفية حضارتنا، رأوا أننا مربوطون بقسم من الصلاة وقسم من الصوم وقسم من الخمس وقسم من الزكاة وقسم من الحج وقسم من الطهارة والنجاسة وقسم من الشركيات وقسم من الصدق والأمانة، كلها صحيحة، لكن هذا القسم الأقسام الأخرى صاروا مجنونين يروحون إلى غير مكان، ولما راحوا إلى غير مكان تركوا هذا الشيء أيضا، لأن الحضارة كاملة، هناك حضارة كاملة. فمن الضروري علينا في الحقيقة أن نفكر في هذا الشيء. إني ما أقول السنة في كربلاء، قلت بكثرة أروح إلى المجالس وأحيانا في الليل أروح إلى 10 مجالس راي. في الحقيقة أحيانا كنت في 10 أيام أتصور في نفس ذلك الوقت هناك هذا المجلس، أروح إلى 100 مجلس ولا أرى في هذا 100 مجلس إلا جانب واحد. أين صار الجانب؟ شو هذيك العبادة؟ جانب الزهد، جانب التقوى، جانب عدم أموال أموال الناس بالباطل، جانب بر الوالدين، جانب صلة الرحم، جانب هذا الجوانب صح، هذا كله صح لا شك فيه وواجب وضروري. أما صار الجوانب أصلا ما كنا نشاهده، وأنتم كذلك في أي بلد، كذلك الكتب اللي نطلعها والتي تسمى الكتب الدينية، إنسان يرى فيها جوانب خاصة، هذا الجانب هذا الجانب هذا الجانب هذا الجانب وينتهي كل شيء، وليس فيها تلميح إلى جوانب أخرى. الناس رأوا ما عندنا خلفية حضارة تركوا، والناس لا يرجعون إلينا، وإلا صدقوا أكثر من المسلمين إلى اليوم مخلصون إلى اليوم، لكن يشوف ماكو جوانب. القصة وقعت في بلد، وأنهي الكلام بهذه القصة. جديد، أحد الخطباء هاجم أكرافية الشخص الأول بكل صراحة، قال أن الشخص الأول إنسان طيب لكن أكرافيته كذا وكذا 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 وصدهم. الآن تحيروا، قصة جديدة، ماذا أسمع؟ الشخص الأول مدحه وكل أكرافيته سبهم، ماذا يصنعون الناس؟ أخبروا المركز، المركز الأمن أخبر نفس الشخص، الشخص قال يجيب أجي شخصية ودول الطائرة الكوبتا، الأمن ألقى القبض عليه ودى إلى ذلك الشخص الأول. الشخص الأول قال له أتقاين هالحكيات؟ نعم تجري أنه يجري سجلته موجودة، شلون يقول له؟ بل ضحك الشخص الأول، قال له هل أنت تتمكن بما عندك من المذهب والدين أن تدير؟ فضل مكاني الدين، شوف تتمكن تدير أو ما تدير، أنا ما أشوف إدارة أصير مجموعة لهؤلاء، أنا ما أريد تصديق كلام أو نقد كلام أبدا، أنا لا أريد كلام، أريد حكاية فقط. قال لكن بعد ذلك لا تقول هذا الكلام، لأن هالمرة إني أنفذته، لكن المرة تذهب لك بس محلك يا مانا. هذا واقع، ما أقصد هذا المصداق واقع، أقصد نحن قاصرون في الخلفية الحضارية، ولتفتح حول جميعنا من لهم خلفية حضارية، إما خلفية حضارية شرقية إما خلفية حضارية غربية، ولهذا تشوفون مئات الثورات تصير في بلادنا، لكن كل الثورات اما يرتبط بهذا الموضوع واما يرتبط به، حتى الثورات المخلصه واما يجهر تجهر الثوره. لماذا تجهر الثوره؟ لان ما عاد خلفيه، بذل الفرصه بدل الواحد ثور وما عادهم سلاح، مجبورين يشتغلون. نحن بكلامنا هذا نريد ان نلخص ان رسالتنا التفقه بالدين
بمعناه في الكون الحياة. فإذا تمكننا من استكمال هذه الحضارة ذاك الوقت نحن هم أحدهم، لأن الإسلام في اليوم الذي قال أنا أعلى لأن حضارته كانت أعلى. أما نحن إذا استكملنا حلقة حضارتنا نكون منهم، يعني حضارتهم 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 حتى نصل إلى فوقهم ونحلل ونتمكن من أن نثبت فكرياً وعملياً، لأن فكرياً فقط لا يكفي، عملياً أيضاً يحتاج إثبات رفعة حضارتهم. الآن نحن لا شك في أن فكرياً أعلى من المسيحيين، لكن هم عملياً أعلى من عندنا، لهذا يغزون العالم. وبس الفكر، فكر وعمل، هذا معنى الحضارة المتكاملة. ولذا من الرسول إلى الإمام الحجة لماذا كان هؤلاء كلهم مجاهدون ويقولون ما منا إلا مقتول أو مسموم؟ لأنه هذا في البند الثاني كان، وهو البند العمل. في البند الفكري الناس ما كانوا مخالفون له. إذا الإمام الصادق كان فرد رجل مثلي كان الناس يخالفونه، ما سألوا في الآخر ولا حقيقة، لأن هؤلاء كان لهم بندان، بند فكري ثم بند تطبيقي كان لهم، والبند التطبيقي كان يخالف. نحن بحاجة إلى التفقه في الدين من التفقه الذي قاله القرآن والروايات وطبقه الأئمة الطاهرون عليه الصلاة والسلام. صدقوا أن الإمام أمير المؤمنين لو في اليوم الأول كان يعمل ببند التقية وهو أعلم بالتقية مني ومن كل العلماء، كان يذهب إلى المسجد وتقية يصافح وتقية يجلس إلى بيته. أبداً ما كان شيء يصير من هذا. وفاطمة الزهراء إذا كان يعمل بهذا الشيء إلى أحد إلى الدنيا فبت لا قابلية لها، أي قابلية لفبت فليأكلوها، ونحن من أهل الآخرة. أي فرنجي نسمى الشمال يقول في أبيات جميلة له، يقول أي فرنجي ما مسلمان جنة مالنا، خواب راحت استراحت موز نعمت مال ماست. فرد رجل امريكي في الصين قبل موت سكون هذا شاف الرجل الصيني دائما نايم على البكر مقابل دكانه، كل يوم انزعج منه من الصبح ينام للظهر، بعد الظهر يقوم شوي يغسل ايده وكذا ويقف الاكل بسيط، وبعد العصر ينام وبالليل قال له عمي ايش انت متتاجر؟ الرجل الامريكي قال للصيني ايش متتاجر؟ هاي الواقع انك ايش اتاجر؟ قال حتى تحصل لك سياره، حتى تشتري بيت، حتى تاخذ زوجه. قال زين ايش اشتري من الاشياء؟ قال حتى تكون سعيدا. قال انا الان سعيد. السعاده معناه انه في راحه فكري وعمل، لا في راحه فكري. قد يصل الفكر الى هذه الناحيه. فاطمه الزهراء لو تفكر في هذا النوع من السعاده، عندي أولاد سيشربوا بأهل الجنة، وأبي سيد المرسلين، وزوجي سيد الوصيين، وجنتي من أحسن الجنة، الفرنجي ما مسلماني جنة مال الناس، وأحلموا أهل الدنيا يأكلوا فتك وغير فتك، كما قال علي عليه الصلاة والسلام وما أسمع بفتك وغير فتك، والنفس مظانها في غد جدر. قال فاطمة تقول هذا الشيء، كانت لعلها تعمر 90 سنة عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء هم يأكلون غذاء مو يناسبهم، إحنا بنعرف يا غذاء يناسبنا يا غذاء مو يناسبنا. بندان للحضارة، بند فكري ونحن رجلون فيها، وبند عملي تطبيقي. البند التطبيقي العملي يصير ما منا من إلا مقتول أو مسموم، مو ما منا، ما من الأنبياء. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن تكونوا صادقين؟ 70 نبي كان، يعني أنبياء بني إسرائيل 800 حسب الإحصاء. فقول الإمام الحسين يكون كان بنو إسرائيل يقتلون 70 نبيا بين الأذان وبين الشمس، يعني لعله تكرر هذا القصة منهم، يعني 3 مرات 4 مرات 5 مرات كل مرة قتلين 70 نبي كان، لأن يعني كان يدل على استمرار. لماذا لم يكن يقتلون؟ يقول جزء أمانة وفاء على مروءة صحة سلامة خدش، لأن هؤلاء عندهم بند فكري ثم بند تطبيقي.
كثيرا ما في البند الفكري كانوا يقتلوا، وكثيرا ما في البند التطبيقي كانوا يقتلوا. مثلا موسى استلم بالفرعون بالبند الفكري، انا ربكم الاعلى الله ربكم، وفي البند التطبيقي نحن نحتاج الى خلفيه حضاره اسلاميه تحتوي على فكر متكامل ملائم للحياه، وبعد الفكر المتكامل الشروع بالتطبيق، والا نكون كما قال عليه الصلاه والسلام ليت السياط على رؤوس اصحابي. قلنا هذه الكلمه، ما قال الامام الصادق على رؤوس الناس، اصحابي الذين يحضرون درسي وصلاتي ويقبلون يدي ويعطون الحقوق لي، هؤلاء اصحاب الامام الصادق. الامام الصادق كان يتمنى السياط على رؤوس هؤلاء، حتى فكر متكامل وحتى حركه متكامله. ولا أي وش الإمام الصادق أتمنى هذا الشيء؟ يعني الإمام الصادق أتمنى على محمد بن مسلم يضرب بالسياط، وسياط أم مسياط؟ على قراءة السياط وعلى قراءة السياط، سياط جمع صوت، يعني مو صوت واحد على رؤوسه. عشر أسئلة يضربوا، لأن هؤلاء إذا سقطوا سقطوا ذنبهم، هذا الواقع. كما في حديث آخر، ذنب من العالم لا يغفر إلا بعد أن يغفر من الجاهل 70 ذنب. هذا حديث خلفية الحضارة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.